خليني اقول لك اخبار مصريه هنا في الكويت جيده وسعيده ومفرحه. عظيم. في من 1 ل 4 اكتوبر وفد مستثمرين ورجال اعمال وصناع من كبار الاسماء في الكويت بقياده جاسم الصقر هيكونوا في القاهره، عددهم 48، عشان يدرسوا استثمارات في المنطقه الصناعيه وفي العاصمه الاداريه وفي العقارات وفي كثير من المجالات. هذا الخبر قاله لنا النهارده السيد السفير اسامه، سافرنا في الكويت، والحقيقي خبر مفرح جدا جدا. انفتاح الاستثمار الكويتي على الحاله المصريه المتاهبه والجاهزه لاستقبال هذه الاستثمارات شيء جيد ومفرح جدا جدا جدا. عظيم. ووجود كمان الاسم العظيم جاسم الصقر وهو نعم. واحد من الكبار هنا نعم. طبعا بيضفي على 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 الوفد اهميه. الاسماء اللي موجوده اسماء كبيره ومتنفذه وصاحبه قرار فيما يخص مجال الاعمال في مجال الاعمال. نعم. ودي من الاخبار الطيبه جدا 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 جدا. لسه سيادة الرئيس النهارده بس اقول لك الخبر ده هيئه الاستثمار ومشروعات وبيتابع هذه المشروعات والتسهيلات للمستثمرين، وكان معانا رئيس الهيئه العامه للاستثمار من شويه المهندس المستشار محمد عبد الوهاب ايضا، فبتقول لنا كمان يعني بنتكلم على الناس اللي جايه كمان 48 من اكبر رجال الاعمال في دوله الكويت الشقيقه عشان يشوفوا فرص العمل والاستثمار في مصر. استاذ احمد، مصر بتقدم دلوقتي حاجه محترمه جدا جدا، انعملت البنيه الاساسيه على اكمل وجه، انعملت المناطق الصناعيه والمناطق الاستثماريه بشكل راقي جدا، لدينا محافظ مهمه جدا جدا من المشروعات والمناطق المخططه جيدا لاستقبال هذه الاستثمارات. مصر ان شاء الله وبحوله وقوته ورغم انف الكائدين والحاقدين ستكون قبله الاستثمار في المنطقه جميعا. عظيم. خلينا ننتقل للانتخابات. خليني في الانتخابات اقول لك ان الانتخابات دي اخذت عنوانا عريضا اسمه تصحيح المسار. تصحيح المسار. نعم. وهذا العنوان اصبح ترند كويتي في الصحافه وعلى لسان الشعب الكويتي. نعم. المهتم جدا بهذه الانتخابات. الترشيحات مهمه والاسماء كبيره. خليني اذهب معاك لموضوع تصحيح المسار. اتفضل. تصحيح المسار، الكويت كانت دايما ودائما لديها اشكاليه عدم التوافق السياسي ما بين البرلمان وبين الحكومه. صح. كانت تنتهي عاده باستقاله الحكومه ثم حل البرلمان وهكذا بوليف لعده دورات. نعم. الحقيقه هذه الدوره هناك نيه